انا لو اني موجود نصحته ما يروح، بس هو كيف عاد الرجال الحر بكيف يروح. بكم هي الساعة؟ حسب تعرفه 3000. لا ساعتين 3000. اذا لا اول هروب مع السلامة مع الباب. لا هروب والله العظيم الساعة بدون استئذان ما ادري والله. لا الساعة بإذن 800. هذاك أول. هو بإذن طايع. هذاك أول. أحبك يا حياتي. بعدين صارت. أتوقع 1500. 1800. الخروج بإذن 1800. يمكن عنده يمكنه مضطر. ولا الدعوة لأنها على أخوانه مواجههم قريب. طيب فهودي في الرعي. أنا بقول لك موقفي ما لا سمحت دقيقة. والله ما تعد هذا من فنزات أنا روح. يا حبيبي. يلا تفضل عبد الله. هذه مرة رحنا لإندونيسيا أنا واثنين من عيال. متشف قرن السفر يا ولد. وروح مع اني ما احبها صراحة. ولا راح اسافر لها في يوم من الايام. الا اذا كان جزر وما جزر يعني. انت تجارة بعد. ها؟ تجارة. ما في الا عود وزي العود اللي. لا فيها تجارة. والله فيها تجارة. ونحجز من هنا حجزنا. والله فيها تجارة. هناك مكان عندهم يسمى كاتبونجا. الشخصية هذه ضرورة الشخصية هذه تجارة. ما ادري هي دي يعني قريه ولا الكاد. حجزنا واحد من عيالك حجزنا فله وصلنا زحاب بعد البرنامج تخويني زيت صار صراصير. ترانا مواصلين احنا والرحله 8 ساعات مرمطنا بالمطار يا ولد. وانا وقتها تعبان 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 بشكل مو طبيعي. الكاد وانا اروح وندخل الفله زينه بس يا ولد تحس المجمع السكني هذا كله ما في الا 3 4 سكنين دي فيها نور هذه فيها نور رعب. احنا ما كنا نعرف شيء يعني او كاد سكننا نزلنا اغراضنا كلها حاجزينها 3 ايام بعدين بنغير ونجلس او مجلس والله اني اذكر في مباراه للسعوديه بس ما ادري من يوم اخذنا طال عمر الا في سعودي تمشي. لا والله استغفر الله وانا ادخل تويتر دوج بتويتر كاتب هاشتاق البزنس او كاد دوج بتويتر والقى مكتوب مدري وشو حالة قتل كتبونجا بندنوسيا الظاهر في حالة قتل صاير أمس من قبل أمس. أيوة. وإنه في نصح ظاهر من السفر السعودية أو من السعودية إنه يعني لا أحد يسكن هناك أو في واحد كاتب في نفس القرية بنفس المكان بنفس المجمع السكن اسمه كتبونجا. يا ولد وأنا أختلط حار بارد ودي كتبونجا صدق في بطني قسم بالله أنها جت ببطني يا ولد. خفت والله العظيم من أول مرة أخاف زي كذا. وينصحون ننصح عدم السكن هناك وينصحون بأماكن يعني قريبة اللي توهق واجي العيال أوري يا ولد إحنا نقمت كله. قلت الحين بروح أتمشى بالدور اللي فوق حق الفلة بشوف. يوم جيت إلا في دريشة إلا مكسورة من أول في قزاز طايح إلا في باب ما له قفل يفتح يعني عرفت هذا مدخلها فلة كبيرة في باب هنا زي المستودع يفتح يطلعك برا إلا ما له قفل ما يقفل. قلت بس والله يا الليلة احنا مع السلامة كلنا مودين. والله السعودية عجز تبعها نبي ناكل عجز نطبخ واحدة من الخيانة منها وانا اروح بهالليول. احنا الحين الساعة يمكن الساعة تقريبا حول 12 بالليل وحدة هم اندونيسيا ترى خصوصا الجبل صباح من بعد صلاة الفجر الى صلاة المغرب. المغرب خلاص بعدها خلاص صوت صرصور صوت صرصور الليل فقط ما في فايدة الا اذا كنت بالعاصمه. لكن بالجبل ما في فائده الفعاليات من بعد صلاة الفجر الى صلاة المغرب تركب دباب كل الناس تروح المويه الحاره يعني بس يا ولد وعلى قلوبنا كل اقسم بالله لا اكلنا لا تقهوينا لا شربنا ما غير جلسي تلفت تلفت لين طلع الفجر اقسم بالله تبي دخلنا الجنه ما طلع ربع كتابة وانا صوت الا وحده هي راعيه المجمع احنا ناديها قلنا احنا نبي فلوسنا نبي نطلع ليش ما ادري شلون او كان عيد والله انه مخلينا حج 3 ايام والله ما اخذنا وطلعنا وغير ذيك اقسم بالله انه من ارعب الليالي اللي عشتها بحياتي. ولا وانت بديرتك 8 ساعات اهلك عنك طياره كلها يا الطير والله لو تموت ما حد راعيك والله. اعوذ بالله اسلم الموقف يروع طلع كل الموقف يروع يعني. انت اللي تروع.